السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بالنسبة لتركي آل الشيخ كلمنا عن الفيديو أو في الفيديو السابق عن تركي آل الشيخ وابتعدوا عن بيراميدز وممكن الصفقات بين بيراميدز والنادي الاهلي تتم خلال المرحله المقبله. في تساؤلات كثيره وناس كتير بتسال هل فعلا تركي آل الشيخ بعد عن الرياضه في مصر؟ طيب هل تركي آل الشيخ هيسيب الاهلي او الخطيب في حاله؟ مع احترامي لكل الاسئله دي، مع مدين تركي آل الشيخ حجم اكبر من حجمه. انتوا بتتكلموا عن كيان اللي هو النادي الاهلي، فرد اللي هو تركي آل الشيخ، بتتكلموا عن تاريخ قيمة وقامة زي الخطيب، وفرض لسه زي تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ كلنا عارفين ايه هدفه من تواجده بجانب محمود الخطيب. تركي آل الشيخ زيه زي اي انسان، بيحلم بالشهرة، بيحب الشهرة، عايز يبقى عليه سبوت، عاوز يفضل على طول ظاهر، عايز على طول الناس تتكلم عليه. وده يعني في ناس بتبحث عن الكلام ده بأي طريقة. يعني شفنا زي ما ضربت حضراتكم قبل كده مثل في فيلم عن فريد شوقي وحسن يوسف، مش متذكر اسمه ايه يعني. حسن يوسف كان عايز يبقى مشهور، فيبقى مشهور ازاي؟ راح اعترف بجريمة قتل، وفريد شوقي هو المحامي والكلام ده كله، وفي النهاية طلعوا الجرايد كتبت وبتاع، وصل لغرضه الجرايد كتبت وجات، ممكن الباب يقفل على صبعه زي ما بيقولوا وياخد اعدام، لكن فعلت يعني فيلم. في ناس بتبحث عن الشهرة بأي طريقة، مش المهم بقى ان انا عندي موهبة او ما عنديش موهبة او عندي حاجة مميز فيها ممكن تخلي الناس تتكلم عني بشكل مميز يعني او بشكل جيد، لكن انا عايز ابقى يعني مشهور وخلاص. فالبداية فلوس وجه دعم مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو مجلس الخطيب او قائمة الخطيب، دعم ودفع فلوس، وده مش هنقدر ننكره ولا حد يقدر ينكره. وده انت مش بتقول ان انت محب وجاي وبتدعم وبتاع، وفي نفس الوقت انت خدت مقابل ده اضعاف مضاعفه من الشهره. ومع احترامي لك، انت بتقول ان انت شاعر غنائي، او الناس بتقول على تركي آل الشيخ انه شاعر غنائي. كم واحد من حضراتكم بس حقيقه يعني من غير مثلا ما نكون متحيزين للاهلي، عايزين الحقيقه، كم واحد من حضراتكم كان يعرف تركي آل الشيخ كشاعر غنائي قبل وجوده في النادي الاهلي او قبل وقوفه في صورة واحدة مع الخطيب؟ أنا واحد من الناس ما كنتش أعرف مين هو تركي آل الشيخ غير لما طلع واتكلم، ومرة مع أحمد شوبير، ومرة قال لك تقريبا يوم ما فاز الخطيب تقريبا تركي آل الشيخ كان موجود، أو مش تركي آل الشيخ، كان يعقوب السعدي. يعقوب السعدي بتاع الإمارات تقريبا، هو بيطلع على قناة أبو ظبي، يعقوب السعدي. أنا شفته مرة مع الخطيب بيتصور، مين ده يا جماعة بتاع ده تركي آل الشيخ؟ وبعد كده ظهر مع أحمد شوبير اللي يلعب مع الأسد يستحمل، مش عارف الكلام ده. قبل كده المرحله دي ما كنتش اعرف مين هو تركي آل الشيخ، ولا كنت اسمع ان له باع يعني في الغناء او شاعر غنائي او. طب ايه اللي جد يعني؟ عشان الناس زي ما بقول لحضراتكم بتسال هل تركي آل الشيخ بيع؟ تركي آل الشيخ خد يعني زي ما بيقولوا اللي هو عايزه، اتشهر باي طريقه ان كانت، اتعرف واتشهر. نفس يعني عشان انت تتشهر لازم تخبط في واحد كبير، تهاجم واحد كبير عشان يبقى الكلام عليك كتير. يعني النهارده معلش مع احترامي لتركي آل الشيخ او اي حد عايز يتشهر، ممكن يجي يخبط، هل انت ممكن تخبط مع واحد نكره حد هيسال فيك؟ لكن انت لما تخبط مع واحد نجم، مش اي نجم، ده الخطيب احسن لاعب في مصر، احسن لاعب في افريقيا، الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي اي حد يتشرف بس يتكلم ما يسلم عليه. فالنهارده نطحت او عملت ازمه واشتبكت مع الخطيب في اكتر من موقع او اكتر من كلام، ومش اشتبكت، لا ده الخطيب مش ما يعتبرش اشتباك، لان الاشتباك بيبقى فعل ورد. الخطيب بسم الله ما شاء الله ماشي في سكته، عارف هو عايز ايه، ما بيلتفتش لاي كلام مغرض، يعني بيهاجم، اعتبرها هجوم بلاش اشتباك. هي هجوم تركي آل الشيخ على مجلس اداره النادي الاهلي في اكتر من مره، ومحاوله يعني تصور مع ناس عشان ونقول ان في ناس عاوزه تركي آل الشيخ يرجع، لكن الازمه في عشان يحصل فيه ازمه وبدون تحديد اسماء، الا لما جم في الاخر ونشروا مجموعه من الاسماء كذبا وزورا وبهتانا يعني. فالنهارده لما تيجي
تتكلم زي اللي بالظبط واحد يقول لك، واحد بيعاكس شويه بنات ماشيين يقول لك والله لابسه جزمه مش عارف في كلونها ايه، دي احلى واحده، طب انهي واحده، كلهم يتلف يدوروا مش يدوروا، ما حدش عارف هو لابس، دي نفس القصه. في ثلاثه من، طب الثلاثه يخبطوا كل المجلس خبط وبعضه يشكوا، بس انت بتتكلم النادي الاهلي، النادي الاهلي الخطيب لما اختار الناس دي اختارهم زي ما بيقولوا على الفرازه، عشره عمر، اخلاق، احترام، عارف كل واحد فيهم على ايه. فالكلام ده مش هيهز مجلس اداره النادي الاهلي. نرجع تاني لقصه تركي آل الشيخ بقى، هيسيب الاهلي في حاله؟ يعني اللفظ ده عيب، ما ينفعش تقول يسيب الاهلي في حاله، هو عمل اللي عمله مع الاهلي وخد جماهير النادي الاهلي اتعاملت معاه بالشكل الذي يليق بما قام به ضد مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي. في البدايه كانوا بيتعاملوا معاه كويس وبتاع مش عارف ايه، لانه اعتبروه يعني راجل محب للنادي الاهلي زي اي زي ناس كتير، ناس كتير محب، ما حدش كان يعرف عنها حاجه. لكن مع تركي آل الشيخ لما بدا يهاجم الخطيب هنا مجلس او جماهير النادي الاهلي بدا، فهو عرف ان مفيش مكان للنادي، مكان ليه في وسط النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. طلع فيما بعد قال لك انا محب للنادي الاهلي مش محب للنادي الاهلي، اللي عمله بعد كده ما يعبرش او ما يدلش على ان هو محب للنادي الاهلي. ايه اللي عمله؟ انت حر طلعت من النادي الاهلي وانت ليك في الرياضه ومحب للرياضه، النادي بتاعك ده ما حدش يقدر يتكلم فيه، اشتريت نادي وعاوز تعمل نادي انت مش مشكله، لكن تصرف على نادي منافس للنادي الاهلي تقول اصل انا محب النادي الاهلي، ده مالوش علاقه بالحب ده، فده كلام. فتركي آل الشيخ انا شو وجهه نظري انه ابتعد بشكل شبه نهائي عن الرياضه في مصر، لانه حقق غرضه، الناس بدات تعرفه، هو ساب الهيئه العامه للرياضه في السعوديه بقى اللي كان مرتبط بالرياضه فيها وانتقل للهيئه العامه للترفيه. ومن وجهه نظري برضو ان الهيئه العامه للترفيه لا تقل عن الهيئه العامه للرياضه في الشهره، بمعنى ايه؟ هو كان دخل وسط رياضي واتشهر واتعرف وبتاع، بقى بيعمل اغاني المطربين ومش عارف ايه، وعمرو دياب وغير عمرو دياب وعمرو اديب، وانت نورت السعوديه على عمرو، عمرو اديب يطلع كل شويه يتكلم عنه بشكل جيد ومش عارف ايه، اتحقق غرضه في الشهره. طب انتقل بقى من مكان لمكان تاني اللي هو الترفيه، الترفيه برضو من زيه زي الرياضه، يعني تيجي كده في حاجات معينه كده الناس في اي مكان حاجتين اتنين بيشدوا الناس، الرياضه والفن، بيخلوا فيه اهتمام بـ 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 بالناس او الناس عليهم سبوت في المكانين دول. في السياسه هتلاقي مين اللي مهتم بالسياسه، في الصحه مين المهتم بالصحه، مش التعليم مين، مش هتلاقي يعني الاهتمام ده. حتى دايما في معظم الجرايد يعني كان زمان الناس ممكن تشتري الجرايد عشان تعرف اخبار الرياضه واخبار الفن، الفنانين لا اكتر مكانين فيهم عليهم سبوت وليهم شهره والاضواء. فانتقل من مكان فيه شهره لمكان تاني فيه شهره، اللي هو مكان الهيئه العامه للترفيه النهارده هيعمل مسرحيات ليحيى الفخراني، مسرحيات لهنيدي، مسرحيات مش عارف مين، الحفله الفلانيه في السعوديه، المطرب العلاني جاي من فلان رايح المكان الفلاني، وتركي آل الشيخ هو اللي بينظم، تركي آل الشيخ هو اللي بيعمل تركي، بالاضافه الى كلام ان هو بيقول مؤلف اغاني وبيكتب اغاني والكلام ده كله. فخلاص اللي هو كان عايزه من النادي الاهلي خده. فانا من وجهه نظري انه مش هيبقى له علاقه بالنادي الاهلي فيما بعد، وباع نادي بيراميدز والقصه انتهت. الا اذا بقى يعني، وما اعتقدش يعني بعد العيد بينفت الكحك زي ما بيقولوا كده بالبلد، يعني انت خلاص الموضوع هدي وانت بعدت عن ترجع تاني بقى، الا اذا الاضاءه السبوت خفت من عليه، الا اذا مثلا ساب المكان وما بقاش في كلام كتير عليه وحب يرجع تاني الناس تتكلم عنه باي طريقه، بطريقه جيده، بطريقه سلبيه، بطريقه مش عارف، ممكن هنا نرجع نعمل تصريح خاص بمجلس اداره النادي الاهلي، ممكن مش عارف ايه، لكن لحد الان او ممكن برضه ما يظهرش بشكل مباشر ويهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، احنا عارفين علاقته القويه بمرتضى منصور، ممكن اي حاجه مرتضى منصور بيتكلم وقايم بالدور اللي بيقوم بيه او كان بيقوم بيه تركي آل الشيخ وهو بعيد، يعني على الرغم ان هو طلب من مرتضى منصور قبل كده ان انت ما تتكلمش باسمي في اي شيء او بصراعاتك مع المنافسين الخاصين بيك يعني، لكن زي ما بقول لحضراتكم هي قصه كلها قصه شهره وقصه اضواء، وهو خد اللي هو عايزه وانتقل لمكان تاني برضه فيه اضواء وفيه اسبوتات وفيه شهره وفيه اسمه على طول هيفضل. فقصة اعتقد انه خلاص يعني ملوش علاقة بالنادي الاهلي. وبرضه لحد دلوقتي موضوع الرياضة ده اللي كان بيقول في نادي تاني ممكن ياخده بره في اوروبا وبتاع، ما سمعتش عن اي نادي تاني ولا الكلام ده كله. هل صلته مش قصة الخطيب او الاهلي، هل صلته انقطع بالرياضة بشكل عام؟ ده السؤال، ولا ممكن يرجع من اي باب تاني له رياضة؟ ولو رجع من باب تاني خاص بنادي رياضي في اوروبا يبقى هو راجل كان له علاقة بالرياضة مش داخل للشو،
ممكن هو مو حابب يكمل في الموضوع الرياضه وحابب القصه استثمار رياضي، لكن لو انتهت الموضوع يبقى هي قصه شو انتهت. وبرضه لو في اي حد من حضراتكم له علاقه او دارس علم نفس او طب نفسي يقدر يفيدنا في في, في قصه شخصيه تركي آل الشيخ المثيره للجدل. السلام عليكم ورحمه الله.